طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع المشاهد نت يتساءل: من يقف وراء اغتيال مقاتلي الجبهات الغربية في تعز؟ ومن يمن مونيتور: خلال 9 أشهر إصدار 23,000 جواز سفر من مدينة محررة. ومن موقع أخبار اليوم: مسؤول حكومي يدعو الوزراء وقيادات الدولة المقيمين في الخارج للعودة إلى عدن. ومن أخبار هاف بوست: المنوعة عرس في طاجيكستان بأمر من الرئيس. أهلا بكم. كم عدد الذين أرادوا السفر خلال أشهر فقط في مدينة واحدة؟ يمكن معرفة الإجابة من محافظة مأرب، فوفقا لموقع يمن مونيتور فقد تم إصدار 23,000 جواز سفر في مأرب خلال 9 أشهر. وأفاد مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة مأرب العقيد عبد السلام البشير إن الفرع أصدر منذ بدء نشاطه في 6 ديسمبر 2016 وحتى نهاية أغسطس 2017 أصدر 23,886 وثيقة جواز سفر لمواطنين من مختلف محافظات اليمن. وأضاف أن افتتاح فرع مصلحة الجوازات بمأرب مثل نافذة هامة للمواطنين في مختلف المحافظات. وتابع: استطاع الفرع خلال الأشهر التسعة تحقيق أكثر من الإنجازات ومنع السمسرة، وأضاف عددا من الملحقات والإصلاحات الضرورية لتنظيم العمل وإصدار جوازات موثوقة وآمنة للأشخاص الطبيعيين غير الممنوعين من السفر أو المطلوبين أمنيا أو المدرجين في قوائم أمنية. في عنوان بارز تصدر الصفحة الرئيسية لموقع المشاهد نت: اغتيال جديد في تعز يرفع عدد الجنود الذين تم اغتيالهم من جبهة جبل هان إلى 24 جندي. وقالت مصادر خاصة في قيادة محور تعز للمشاهد نت أو لموقع المشاهد إن محمد دبوان سيف أحد أفراد الجيش الوطني المرابطين في جبهة جبل هان شمال غرب مدينة تعز قتل برصاص مسلحين مجهولين في منطقة بيرباشا. وأضافت هذه المصادر أنه تعرض لعدد طلقات نارية قاتلة في أجزاء مختلفة من جسمه، وأنه تم إسعافه إلى أحد مستشفيات مدينة تعز لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك. ويذكر أن هذا الاغتيال هو 24 حسب مصادر عسكرية كلهم من جبهة جبل هان، وتم اغتيالهم بنفس الطريقة في أماكن مختلفة في المدينة خلال 5 أشهر. حسابات الماضي والمستقبل. تحت هذا العنوان كتب شاكر الأشول مقاله المنشور في موقع بلقيس ويضيف الأشول: الهوية والتاريخ اليوم أصبحت أساساً للخلافات والصراعات ودافعاً لأن يقاتل أبناء الوطن بعضهم بعضاً في سوريا والعراق واليمن وليبيا. الهوية القبلية والطائفية المبنية على خطوط ممتدة من الماضي وتنتهي عند المقابر أصبحت مرتبطة بالدمار والموت الذي يحيط بالناس، وهم إما يجرون نحو هوية أو يهربون من أخرى نفاذاً بجلودهم. ربما يحتاج الإنسان أن يرجع إلى الماضي علّه يتجنب أخطاءه، أما ليعيد إنتاج مشاهده كما هو حاصل اليوم فذلك ما لا نحتاجه جميعاً. إذا كانت الهوية والتاريخ تؤسس للقتل والدمار فلا كان ذلك التاريخ ولا كانت تلك الهوية. يبحث كل واحد منا في ثنايا التاريخ عن الانتصارات التي تميز جماعته أو فئته، ويتجاهل كل الهزائم وربما كل الجرائم التي ارتكبتها جماعته في سبيل تلك الإنجازات. يفاخر ويحاول أن يثبت أنه الأفضل وأنه صاحب الأرض أو صاحب الحق الإلهي أو أنه الأقرب إلى الرب لدنيا يصيبها. الكل يبحث في الماضي ويفاخر بالأمجاد، وكأن الماضي صفحة من فقرتين، وهم يتناسون أن من يفاخر بغناء أجداده نسي بأن أجدادهم كانوا حفاة عراة، ومن يفاخر بعز أجداده يتناسى ذل أجدادهم، ومن يفاخر بشرف أجداده يتناسى أن أجدادهم ربما كانوا قطاع طرق. إذن لا داعي لمراجعة التاريخ إلا لاستخلاص العبر والعظات، أما مراجعة التاريخ لنصبح امتداداً لصراعات 1400 عام فذلك لن يفيد أحد.
لا يهم اليوم ماذا حصل بين علي ومعاوية، ما يهم اليوم هو ما سيحصل لأحفادنا جميعاً. صراعات الماضي ستضمن دمارنا فرقاً وأشتاتاً، أما الصراع لأجل المستقبل فهو ما سيضمن أن نواجه المستقبل كمجتمع وكأمة واحدة. إلى موقع عدن الغد، والذي أورد عنواناً في صفحته الرئيسية يؤكد عدم تبعية الحزام الأمني لسلطة اليمن، حيث قال الموقع: ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى عدن. وقال مسؤولون في قيادة الحزام الأمني بمحافظة أبين إن نقطة أمنية تابعة للجهاز ضبطت يوم الثلاثاء ضبطت شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى عدن. وقال مصدر في قيادة الحزام لصحيفة عدن الغد إن كمية من الأسلحة الكلاشينكوف ضبطت على متن سيارة كانت في طريقها إلى معسكر تابع للحكومة الشرعية قادمة من محافظة مأرب. ويضيف الموقع: لم تتوفر معلومات حول الجهة العسكرية التي كانت ستستقبل هذه الأسلحة، وأكد المسؤول أنهم باشروا تحقيقا في الواقعة. موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني عنوان في صفحته الرئيسية: مصرع قائد الميليشيا الانقلابية في جبهة صرواح. وأكدت مصادر في المستشفى العسكري بصنعاء لسبتمبر نت وفاة قائد كبير الميليشيا الانقلابية متأثرا بجراح أصيب بها الاثنين في صرواح شرق محافظة صنعاء. وقالت المصادر أن قائد الميليشيا الانقلابية في جبهة صرواح ويدعى إسماعيل محمد علي الشعباني المكنى بأبو جهاد أصيب بجروح خطرة إثر غارة جوية استهدفت سيارته. السلام في آسيا والنمو الاقتصادي مهددان. تحت هذا العنوان كتب الدبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد هاوس مقاله المعاد نشره في صحيفة الحياة اللندنية. ولا شك في أن كوريا الشمالية هي الأكثر قدرة على زرع الاضطراب في آسيا، فهي لم تعد فحسب خطراً عسكرياً تقليدياً على كوريا الجنوبية، بل صارت خطراً نووياً يهدد آسيا كلها والولايات المتحدة. والخطر هذا قد يحمل على ضربات استباقية أمريكية، ولكن إذا امتنعت أمريكا عن عمل عسكري وقعت كارثة، ضربة كورية شمالية. وخطر مثل هذه الضربة حتى إذا لم تقع يزعزع الاستقرار، وقد يفاقم قلق حلفاء أمريكا من أمثال جنوب كوريا واليابان، ويحملهم على زيادة الإنفاق العسكري والعودة عن موقفهم الرافض للسلاح النووي. والنتائج المترتبة على أي من هذين الاحتمالين ضربة أمريكية أو ضربة كورية شمالية ضخمة وارتداداتها كبيرة، وإلى الخسائر البشرية. يهدد مثل هذه السيناريوهات الازدهار الاقتصادي ليس في آسيا فحسب، بل في العالم كله. واندلاع نزاع بين أمريكا والصين يسمم أبرز علاقة في القرن 21 ويطيحها. وثمة أمل، فهذا كله ليس محتماً، فالوقت سانح أمام الحكومات لالتزام ضبط النفس والتوسل بالدبلوماسية والعودة عن سياسات تهدد الاستقرار. ولكن من سوء الحظ أننا نعيش في عصر القومية فيه انبعثت والقيادات غير مسؤولة والإجراءات السياسية والعسكرية الإقليمية غير مناسبة، وليس مؤكداً أن كفة الحكمة ستغلب وأن السلام الاستثنائي في آسيا طوال عقود ستقيض له الحياة. حملت صحيفة أخبار اليوم مجموعة من العناوين والتي نقرأ منها: تحركات مشبوهة وتعزيزات الميليشيا صوب مكيراس وعقب الثرى، ورئيس الحكومة العليا يدعو الوزراء وقيادات الدولة المقيمين في الخارج للعودة إلى عدن، ومن تعز نجاة ضابط من محاولة اغتيال، والميليشيات تختطف تربويا وتهدد بتفجير منزله على أسرته، وميدانيا الطيران يستهدف تجمعات الميليشيا ومخزنا للسلاح في ميدي، والجيش يصد هجمات في باقم. نطالع في موقع يمن نت المختص بمتابعة الأنشطة الثقافية والعلمية والمتفوقين: يمنيات أمريكيات في إغاثة اليمن. وقال الموقع إنه وفي بادرة تظهر تحول نوعي في النشاط الاجتماعي والتنظيمي، تظهر لأول مرة منظمة بقيادة وتنظيم من شابات يمنيات أمريكيات يقودن دورا جديدا في العمل الاجتماعي والخيري من خلال منظمة يمن إيد. تأسست منظمة يمن إيد بشهر أكتوبر 2016 من قبل شابات يمنيات أمريكيات ومن ولاية كونكيتي كات ونيويورك الأمريكية. تحمل رائدات المنظمة شهادات جامعية من اليمن والولايات المتحدة الأمريكية
ولدى بعضهن شهادات أكاديمية عليا وتجارب تجارب عمل مع شركات كبرى أمريكية. وخلال الشهرين الماضيين مولت منظمة يمن إيد مشروعي أمن غذائي في المحافظات عدن، الحديدة وإب بالشراكة مع مؤسسة نهضة الشباب. بالإضافة إلى ذلك تعمل المنظمة مع منظمات طبية أمريكية لتزويد المستشفيات بمعدات وأدوية خصوصا في هذه الظروف القاسية التي تعصف بالبلاد. وقد قامت المنظمة بالشراكة مع منظمة أمريكية طبية بشحن ما يزن من 700 كيلو من الأدوية ومستلزمات مكافحة الكوليرا، وستصل إلى اليمن بنهاية شهر سبتمبر. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العرب الجديد عنونت في الشان اليمني: الركود يضرب سوق الطاقة الشمسية في اليمن. تقول الصحيفة في التفاصيل إن سوق الطاقة الشمسية في اليمن يعاني من الركود بعد عامين من الانتعاش، إذ يعزف السكان عن شراء الألواح ويعتبرونها تجربة فاشلة استنزفت جيوبهم، وفي الوقت نفسه لا يمكن الاعتماد عليها كبديل للكهرباء العمومية. تجار لأنظمة الطاقة الشمسية أكدوا أن الركود يضرب تجارتهم نتيجة عزوف الناس عن شراء الألواح، وبطاريات الطاقة الشمسية والمبيعات تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. وأوضح مالك محلات لتجارة أنظمة الطاقة في صنعاء عبد الله الدبعي للعرب الجديد أن ذلك يعود إلى أسباب متعددة، منها انتشار ألواح وبطاريات رديئة يتم جلبها من السوق الصينية ولا تدوم طويلا، بالإضافة إلى ظهور بدائل جديدة منها محطات تجارية لتوليد الكهرباء. الكهرباء التجارية تقدم في صنعاء بسعر مرتفع جدا، حيث يبلغ سعر الكيلو 150 ريالا مقارنة ب 12 ريالا للكهرباء العمومية قبل توقفها، بالإضافة إلى اشتراك شهري بنحو 2000 ريال، وتدور شكوك أن هذا المشروع يتم لصالح الحوثيين وعبر تجار موالين. حول انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع المستمرة في تعز، أوردت صحيفة الاتحاد أن الميليشيا أقدمت على ارتكاب جريمة بتفجير منزل أحد المواطنين على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى وفاة طفلين ووالدهما في منطقة الحوبان بتعز. سكان محليون أفادوا أن مسلحين حوثيين اقتحموا منزلا بحثا عن مالكه، وهو قيادي في المقاومة الشعبية بتعز، ومن ثم قاموا بتفجيره بمن فيه من السكان. وأكد شهود عيان مقتل من كانوا داخل المنزل، وهم أحمد عبد الرحيم وطفلته سعاد والطفل عبد الرحيم، والأخير لم يتمكنوا حتى الآن من انتشال جثتهم من تحت الركام. وأوضحوا أن الميليشيا عقب تفجير المنزل وقتل مالكه وطفليه قامت باختطاف 5 أشخاص من أقارب أصحاب المنزل وجيرانه ونقلتهم إلى جهة مجهولة. اللبناني محمد زريق يتساءل: أين اليمن السعيد؟ في مقاله المنشور اليوم في صحيفة العرب الجديد، مضيفا في جزء من المقال: لمن يمتلك الجرأة فلينظر إلى عيني هذه الطفلة ليعرف بأي عصر نحن نعيش. بثينة هي مثال صارخ على هذا العالم البشع الذي كلما تقدم تكنولوجيا تراجع إنسانيا. بثينة اليمنية لا تختلف قصتها كثيرا عن قصة إيلان السوري الذي مات غرقا وهو يبحث عن مكان آمن يأوي إليه. القصة واحدة والشخصيات مختلفة، أما المكان فللأسف هو العالم العربي. لفتتني مقولة لبول فاليري: الحرب مجزرة تدور بين أناس لا يعرفون بعضهم بعضا لحساب آخرين يعرفون بعضهم بعضا.
هذه المقولة تنطبق على الحرب اليمنية. أصبح اليمن سعيد، أتعس الدول، ولكن لماذا؟ ليس لأن الشعب اليمني يحب الحرب أو لا يعرف معنى الحب، إنما بسبب الأيدي الغريبة والدخيلة التي تعبث بأمن هذا البلد ولا تريد له الاستقرار. فإذا راجعنا التاريخ القديم والمعاصر نجد أن المطامع الخارجية كانت دائما مصوبة تجاه اليمن. أما آن لنا أن ندرك أن التنوع والاختلاف نعمة وشيء جميل وفريد، يجب علينا نحن العرب التغني والافتخار به. اليمن هو أرض الجمال والتنوع والانفتاح، ولكن يد الإرهاب والدمار والتفتيت كانت أقوى وهزمت يد الخير. إنني على ثقة تامة وكاملة أنه إذا نزلت لجنة استفتاء وجابت أرجاء اليمن كله واستطلعت آراء جميع الفئات والأحزاب والطوائف والتيارات، أن الخلاصة ستكون وبالأغلبية الساحقة لا للحرب، نعم ليمن موحد. هذا هو الواقع وهذه هي حقيقة الشعب اليمني الطيب. ولكن عندما تدخل اليد الغريبة وتزرع الفتن وتذرف الأموال، فالكل يصبح عبدا لمن أعطاه المال ويرغب بالحرب، فصاحب المال هو صاحب القرار. في أخبارنا المنوعة والتي وردت في موقع هاف بوست عربي بعنوان عرس في طاجيكستان بأمر من الرئيس، وقال الموقع عند المواطن أسروروف وهو مدرس تاريخ ينتمي إلى أسرة محدودة الدخل، ألقى قصيدة أمام الرئيس إيمومالي رحمون امتدح فيها مناقبه، فأعجب الرئيس بما سمع واستفسر عما إذا كان أسروروف متزوجا. وعندما علم أنه أعزب أمر بتشكيل لجنة محلية إسلامية مهتمة بإيجاد زوجة للشاب، لكن اللجنة لم تعمل كثيرا على إيجاد الزوجة، فقد اقترح العريس اسمها وكشف أنه رآها من بعيد في أثناء عملها كممرضة. وأضاف الموقع أن صمت العروس فرض نفسه إلى الحد الذي جعل وسائل الإعلام المحلية تتساءل عما إذا كان أو إذا كانت مجبرة على الزواج، لكنها نفت ذلك قائلة أنها سعيدة لأنها وجدت رجلا سيسمح لها بالاستمرار في العمل، وهو أمر لم يوافق عليه أي من الرجال الذين تقدموا لها من قبل. وقالت إن أيضا إن اللجنة تقدمت بطلب يدها من والدها، فوافقها بشرط أن يسمح لها العريس بالعمل. تقدم 10 رجال في تايلاند بشكوى إلى الشرطة المحلية، زعموا فيها وكما تقول صحيفة القدس العربي أنهم تعرضوا للخداع من جانب امرأة تايلاندية اختفت بعد حصولها على مهور منهم بعد وعودهم أو بعد أن وعدتهم بالزواج، واتهم جميع الرجال المرأة وتبلغ 32 عاما الحصول على مبالغ يتراوح ما بين 200,000 و 500,000 بات، أي ما يعادل 6,015 دولار من كل منهم بعد إقامة حفلات زفاف. سوات ساي نجوم نائب مدير قسم مكافحة الجريمة قال إن الرجال يقيمون في أنحاء مختلفة من تايلاند، حيث تنتقل المتهمة إلى مكان جديد بعد كل عملية نصب تقوم بها، ومن المتوقع تقديم المزيد من الرجال بشكوى إلى الشرطة. وقال بعض الرجال لوسائل الإعلام المحلية إن المرأة تواصلت معهم عن طريق فيسبوك وكانوا يقررون الزواج منها بعد قضاء بضعة أشهر في الدردشة والتعارف، ثم تختفي بعد نقل قيمة المهر إلى حسابها البنكي. قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إنها رصدت أكثر من 35,000 من الفارين في ميانمار من مسلمي الروهينجا إلى بنغلاديش خلال 24 ساعة الأخيرة، أي قرابة 1,458 مسلما فروا من البلاد كل ساعة، وهذا ما يرفع مجمل عدد الفارين من أعمال العنف في مقاطعة راخين خلال الأسبوعين الآخرين إلى أكثر من 123,000 شخص. صحيفة العرب الجديد نشرت صورا لمسلمي الروهينجا بهذا الموضوع، نتابع. We'll be right back.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.